أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا

ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى one more عليم بذات الصدور نمثل ونستمتعهم قليلا ثم نضطرهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم Kehe tukoppun maroban